مباشرة إلى إدلب ينضم إلينا أنس الدريسي مراسلنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك أنس، ما التفاصيل بخصوص بدء سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة المتفق عليها بين روسيا وتركيا؟ نعم وسام، بالفعل يعني أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير عبر الناطق الرسمي باسمها النقيب ناجي مصطفى قبل قليل يعني بأنها ستبدأ بالفعل تطبيق مخرجات مؤتمر سوتشي، والذي بموجبه يجب سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها ضمن هذا المؤتمر الذي ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أن الجبهة الوطنية للتحرير بحسب ما صرحت ستبدأ بالفعل أو بدأت بالفعل بسحب الآليات الثقيلة والسلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح إلى المناطق المتفق عليها مع إبقائها على مقراتها وخطوط رباطها، بالإضافة إلى انتشار عناصرها على طول خطوط الجبهة التي تفصل ما بين المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد. وأكد النقيب ناجي مصطفى في هذا البيان الذي صدر قبل ساعة يعني تقريبا من الآن أو ساعتين بأن التعويل الآن في هذا الموضوع على الجانب التركي ونقاط المراقبة التركية التي انتشرت بها وعززتها القوات التركية بآليات ثقيلة ونشرت العديد من المضادات، بأن هذه النقاط هي مهمتها ردع ميليشيا النظام، بالإضافة إلى يعني انتشار عناصر الجبهة الوطنية للتحرير وأيضا باقي الفصائل المرابطة على طول خطوط التماس ما بين المناطق التي تفصل ما بين هذين الطرفين. نعم، ماذا عن باقي الفصائل أنس؟ الجبهة الوطنية صرحت، ماذا عن باقي الفصائل خاصة وأن بعض الفصائل لديها بعض التحفظات على بعض البنود الواردة في اتفاق سوتشي، خاصة فيما يتعلق بتسيير الدوريات الروسية في المنطقة منزوعة السلاح؟ وسام، يعني إلى الآن لم يصدر بيانات رسمية من قبل باقي الفصائل، وإنما هناك يعني اعتراضات وبعض التصريحات من بعض القياديين في هذه الفصائل العسكرية، ولكن إلى الآن لم يصدر بيان رسمي واضح كما صدر عبر عن طريق يعني الجبهة الوطنية للتحرير. الجبهة الوطنية للتحرير أصدرت بيان قبل قليل كما قلت لك واضح تماما بأنها ستلتزم بمخرجات مؤتمر سوتشي، وأكدت في هذا البيان الجبهة الوطنية للتحرير لو سمحت لي وسام بأن الآليات الثقيلة بطبيعة الحال ليست منتشرة على الجبهات، وإنما غالبا ما تكون هناك أسلحة نوعية كمضادات الدروع منتشرة على الجبهات، وغالبا ما يكون السلاح الثقيل في أماكن مبتعدة قليلا. طبعا هذه تقنيات عسكرية بحسب ما صرح بها النقيب ناجي، ولكن باقي الفصائل العسكرية المتواجدة، نحن نتكلم عن هيئة تحرير الشام ككبرى الفصائل العسكرية المتواجدة في المناطق المحررة، وأقصد هنا تحديدا يعني محافظة إدلب التي يدور الحديث حولها، وأيضا هناك فصائل أخرى كجيش العزة، لم تصدر بيانات رسمية واضحة حتى الآن. هناك بعض التحفظات من قبل بعض القادة العسكريين في هذين الفصيلين وبعض الفصائل الأخرى، ولكن ننتظر ربما خلال الساعات القليلة القادمة وسام ستصدر بكل تأكيد بيانات عن هذه الفصائل العسكرية المتبقية. طبعا ليست كثيرة هذه الفصائل العسكرية المتبقية، خاصة أننا نتكلم أن الجبهة الوطنية للتحرير ضمت مؤخرا بهذا الاندماج كبرى الفصائل العسكرية المتواجدة في الشمال المحرر، وأقصد هنا أحرار الشام وجيش الأحرار، بالإضافة إلى صقور الشام وفيلق الشام والزنكي وعدة فصائل أخرى من الجيش السوري الحر. طيب سؤال أخير أنس، هل اتضحت معالم هذه المنطقة منزوعة السلاح بحدودها؟ نعم، إلى الآن وسام هنا يعني هناك تضارب في مسافة هذه المنطقة منزوعة السلاح، هناك من يتكلم عن 7.5 كيلومترات ستنسحب منها أو ستنسحب من خطوط التماس الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب إلى الداخل، وهناك يعني تصريحات أخرى بأنها ستنسحب لمسافة تقدر ب 15 كيلومترا، وهناك رواية أخرى تقول بأنهم سينسحبون ل 20 كيلومتر. طبعا بالمقابل يجب أن يضغط الروس على ميليشيا أسد بالانسحاب إلى منطقة تقدر بنفس المسافة التي ستنسحب منها هذه الفصائل العسكرية أو الآليات الثقيلة. غالبا وسام بحسب محللين عسكريين بأن المسافة ستكون 20 كيلومتر لكل طرف، طبعا لترتيبات عسكرية على ما يبدو بأن المدى المجدي للصواريخ التي تعد يعني متوسطة المدى هي 40 كيلومتر، لذلك ينبغي أن يكون السلاح الثقيل مبتعد عن خطوط التماس
لأكثر من 20 كيلومتر كي لا يكون هناك رشقات صاروخية ما بين الطرفين، سواء كنا نتكلم عن ميليشيا أسد أو عن نتكلم عن باقي فصائل المعارضة المتبقية في محافظة إدلب. وسيبقى السلاح المضاد للدروع والتي تقدر مسافته من بين 3 كيلومترات إلى 4 كيلومترات وصولا إلى 8 كيلومترات المخصص لاستهداف الآليات الثقيلة منتشرا، كون أن هذه الأسلحة النوعية يعني غير مصنفة من ضمن الأسلحة الثقيلة. الأسلحة الثقيلة تصنف ما بين الراجمات الصواريخ والعربات المجنزرة والدبابات أيضا بالإضافة إلى المدافع، مدافع الفوزديكا ومدافع 130 الميدانية. شكرا جزيلا لك أنس تريسي على كل هذه المعطيات. مراسل أورينت نيوز كنت معنا مباشرة من إدلب.